السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اليوم يوم السبت 25 مايو عام 2024 ميلادي، بمركز أهل السنة والجماعة مرتين نوكشوت مقاطعة الرياض قسم المتون العلمية. والآن المدير، استمعوا إلى الطالب أبي إسحاق عبد الله المغربي، وسيقرأ ما حفظه من متون طالب العلم المستوى الأول. الأصل الأول، فإذا قيل لك ما ربك؟ قل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين. إذا قيل لك ما ربك؟ قل ربي. ارفع صوتك شوية. إذا قيل لك بما عرفت ربك؟ الأصل الأول، فإذا قيل لك ما ربك؟ قل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه ومعبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، كل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك؟ قل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.